قام مؤخرا وزير المناجم والجيولوجيا يوسف بصلاح بزيارة ميدانية إلى إقليم تبستي على رأس وفد رفيع المستوى بهدف تقديم التوعية للسكان حول منع وخطورة التنقيب عن الذهب بطريقة عشوائية. بحر الدين عبد الشافي. زيارة البعثة الوزارية التي يقودها وزير المناجم والجيولوجية يوسف عبصلاح وصلت إلى إقليم تبستي، وذلك بهدف توعية السكان حول خطورة التنقيب العشوائي للذهب والموارد المعدنية. هذا فقد طلب الوزير من المواطنين مساعدة الحكومة في سياستها من أجل الحفاظ على الموارد المعدنية، وأضاف الوزير إلى أن تنقيب الذهب بطريقة غير مرخصة ينجم منه مخاطر أمنية وصحية تضر بصحة الإنسان والحيوان. وأضاف الوزير بأن الحكومة قد وضعت خطة واستراتيجيات جديدة للتنقيب الممنهج عن الذهب، كما حث الوزير المواطنين على مساعدة الخبراء والفنيين في مجال التنقيب واحترام التعليمات الإدارية حول التنقيب الجيولوجية التي يقومون بها في الإقليم. وخلال جولته في هذه المناطق دعا الوزير الخبراء أحمد سمانة ومدير البحوث الجيولوجية لمشاركتهم مع المواطنين من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية، كما أن الشيوخ التقليديين والسلطات الإدارية أبدوا إعجابهم بهذه البعثة التي تسعى لإيجاد طرق مناسبة لتنقيب الذهب في المنطقة، مؤكدين دعمهم من أجل نجاح هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة المناجم والجيولوجيا. قام وفد من النواب البرلمانيين بزيارة إلى أقليم بركو، وذلك في إطار أنشطة اللجنة البرلمانية لتحقيق حول النظام التعليمي بالبلاد. عقدت البعثة من خلالها عدة لقاءات تشاورية تفكرية حول سير العملية التربوية بالإقليم مع المعنيين بالقطاع التعليمي هناك. محمد حسن آدم. في إطار أنشطة اللجنة البرلمانية للتحقيق حول النظام التعليمي بالبلاد، قام وفد برلماني برئاسة النائب محمد أحمد بشير بزيارة إلى إقليم بركو. وفد مدعوم بفريق آخر من أبناء الإقليم يتكون من النائب البرلماني لإقليم بركو منصور حامد نوري والنائب إسحاق عيسى يوسف إلى جانب الوزير السابق محمد عيسى حليكمي، وذلك بهدف جمع المعلومات المتعلقة بالنظام التربوي ومعرفة الحقائق الميدانية من أجل الخروج بتوصيات ونتائج تسهم في حل المشاكل والعقبات التي يعاني منها النظام التربوي. هذا وفور وصول البعثة فقد أقدت جلسات عمل ولقاءات تشاورية وتفاكرية مع مختلف العاملين من المسؤولين التربويين والمدرسين ورجال الدين والتلاميذ وأولياء الأمور، فضلا عن نقابات المعلمين. كما شملت هذه الزيارة أيضا كل من محافظة كردمية إلى جانب مركز إداري كوبا أولانغا، وحملت لهم البعثة نفس الرسالة التي فهواها معالجة معوقات النظام التعليمي. أنا في الأسامبلي بالمهمة الجميلة بها لابد من نقوف معكم وتحلوا بالصبر، وإن شاء الله المعلمين قدام وأنينا إن شاء الله وراهم ونشكركم. حاكم إقليم بركو داود حماد بشير في كلمته بهذه المناسبة قال إن الحكومة قد أنفقت الكثير من أجل تنمية وتعزيز قطاع التربية والتعليم في البلاد، إلا أن إقليم بركو يشهد حال يعجز اللسان عن التعبير في وضعها، طالبا من البعثة أخذ جميع هذه التوصيات بعين الاعتبار وتوصيلها إلى الجهات المعنية. إعدادية وادي الدوم بمدينة بول شهدت انطلاق أعمال البعثة البرلمانية للجنة تقصي الحقائق للنظام التربوي بإقليم البحيرة بحضور حاكم الإقليم واد أدم فورتي والمسؤولين الإداريين بالمنطقة. خليل حسن. عقب الجلسة البرلمانية التي كلف من خلالها لجنة تقصي الحقائق، فقد أرست بعثة برلماني البحيرة التي على رأسها البرلماني آدم مصطفى براهيمي إلى مدينة بول حاضرة إقليم البحيرة، وبعد جلسة تعريفية قصيرة مع الحاكم شرعت البعثة في انطلاقة أعمالها بالمنطقة، حيث استهلت المناسبة بكلمة مندوب التربية موسى عيسى موسى الذي أعطى لمحة تاريخية عن المندوبية في إقليم البحيرة، ساردا في الوقت نفسه كافة الزوايا المتعلقة بالعملية التربوية في إقليم البحيرة. رئيس البعثة البرلمانية آدم مصطفى براهيمي أوضح عن الهدف من هذه البعثة التي تسعى للوصول إلى الحقائق التربوية داخل الإقليم، مع النظر إلى كافة الوسائل التي تساعد على ترقية المسيرة التربوية في تشاد. أما حاكم إقليم البحيرة آدم فورتي أمادو فقد أشاد بخطوة البرلمان
مستطردا في حديثه بأن الإقليم قد عانى كثيرا من أفعال جماعة بوكو حرام في السابق، مما سبب تدهورا في العملية التربوية بالإقليم، مؤكدا بأن هذه الخطوة ستفتح الفرصة أمام المختصين بالحقل التربوي للتطرق على المشكلات المختلفة بغية التقدم والازدهار ورفع مستوى التلاميذ في كافة أقاليم البلاد. هذا وفي نهاية المناسبة قدمت بعض من المعدات المكتبية إلى مختلف مفتشيات المندوبية الإقليمية بإقليم البحيرة. ونبقى ببول، حيث نصب حاكم إقليم البحيرة آدم فورتي المدير الجديد لمحطة الإذاعة والتلفزيون السيد عبد الرحمن آدم رحمة وسط حضور عدد كبير من المسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين إلى جانب الوفود الوفد البرلماني الزائر إلى الإقليم. آدم محمد شرف الدين. تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 1729 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر الماضي من هذا العام، والذي بموجبه تم تعيين مدراء المحطات الإقليمية للإذاعة والتلفزيون لبادي أقاليم البلاد، وعلى هذا الأساس فقد جاء تنصيب المدير الجديد للمحطة الإقليمية للإذاعة والتلفزيون لمدينة بول حاضرة إقليم البحيرة السيد عبد الرحمن آدم رحمة من قبل حاكم الإقليم آدم فورتي أمدو. في كلمته التنصيبية حاكم إقليم البحيرة آدم فورتي أمدو أعطى لمحة تاريخية للمدير الجديد عبد الرحمن آدم رحمة، مؤكدا للحضور بأن المدير الجديد سيكون إضافة جديدة ويعمل منه تحقيق الكثير من التحديات الإعلامية التي تواجه الإقليم. من جانبه المدير الجديد لمحطة مدينة بول حاضرة الإقليم عقب تنصيبه رسميا شكر السلطات العليا بالبلاد على الثقة التي أولوها إياه على رأس هذه المحطة، طالبا من العاملين التعاون معه وكذا التنسيق مع السلطات المحلية كي يمضي العمل إلى العمامة. وبما أن الإدارة تعتبر امتدادا لما رسم سابقا، إن شاء الله سنسعى جاهدين من أجل تكملة وتطبيق كل التوجيهات والطرق الكفيلة التي ستطور العمل وفقاً للخطوط العريضة للإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون وكذا التنسيق مع السلطات المحلية بإقليم البحيرة. سادة الحضور، أنا اليوم أستلم مسؤولية إدارة المحطة وأمام كبار المسؤولين بإقليم البحيرة أطلب من الإخوة التابعين لمحطة بول التعاون معنا من أجل نجاح وتحقيق الرسالة التي كلفنا بها، علما بأن المدير الجديد عبد الرحمن آدم رحمة يعتبر المدير الثالث لمحطة الإذاعة والتلفزيون بمدينة بول منذ إنشائها. نهاية النشرة لهذا المساء، إلى أن ألتقيكم مجددا في أمان الله.